بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة والطلبات، أهلا وسهلا بيكم. أتمنى تكونوا كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل lesson 5 في الألجبرا بعنوان ال quadratic inequalities in one variables. تعالى كده نبتدي نشوف ايه الموضوع ده. ال lesson اللي فات احنا أخدنا ازاي ن identify ال sign of a function، بمعنى لو انا مثلا جيت قلت لك حاجه زي كده، اكزامبل بسيط كده، f of x is equal مثلا x power 2 minus 9، وجيت قلت لك انا عايز اعرف الساين بتاعه الفانكشن دي. كنا بنعمل ايه؟ اول ستيب كنت بمسك الايكويشن او الاكسبريشن ده وكنت بساويه بزيرو، وبعدين كنت بجيب الروتس. طبعا في الحالة دي عايز تعمل مود 5 3، عايز تودي ال 9 هناك وتعمل روت، هيطلع لك ال x يا اما ب 3 يا اما ال x بنيجاتيف 3. وانس ان حضرتك عملت ده كنا بنرسم الرسمة بتاعتنا. انا ليه بعيد الكلام ده؟ هتعرف حالا. كنا بنرسم الرسمة بتاعتنا وبنحدد الروتس بتاعتنا اللي هي النيجاتيف 3 والبوزيتيف 3، وكنا بنقول الرسمة دي بصة لفوق فهي حاجة عاملة كده، هي حاجة عاملة كده بالمنظر ده. طبعا يعني لو دي 3 هنا اهي، وكنا بنبتدي نقول ايه، نقول هي بوزيتيف فين. نبتدي كده نقوم قايلين والله هي بوزيتيف، انا شايفها بعيني اهي في الار كلها ما عدا او في الاكس، وير اكس بيلونجز لي، وير اكس او ات اكس بيلونجز للار ما عدا النيجاتيف 3 لحد الثري. وكنا بنقول هي نيجاتيف فين، كنا بنبتدي نقول كده والله هي نيجاتيف في الحتة اللي تحت دي اللي هي at x belongs من نيجاتيف 3 open لحد الثري open، وكنا بنقول والله هي بزيرو at x belongs للنيجاتيف 3 نفسها والثري نفسها. وايا كان في ناس بتحب تعمل نمبر لاين للكلام ده، ايا كان هو حر يعني. طيب تعالى بقى نبتدي نشوف المرة دي الموضوع مختلف ازاي. ايه بقى الفكرة كلها؟ الفكرة كلها ان انا هجيب لحضرتك مسألة زي دي كده، f of x is equal x power 2 minus 9، بس المرة دي هاجي اقول لك ايه بقى، بدل ما اقول لك هي positive فين ونيجاتيف فين وبزيرو فين، هطلب حاجة واحدة بس او بالكتير اتنين مع بعض. ازاي يعني؟ مثلا هجيب لحضرتك بدل ما اجيب لك المسألة كده، لا هقوم قايل لك x power 2 minus 9 greater than zero فين. هو معنى الكلام ده ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انا لسه، السؤال اللي انا لسه سائله لك ده حالا، ده معنى ايه؟ معناه انا بقول لحضرتك الرسمه دي positive فين. ما هو يعني ايه bigger than zero؟ تقول لي يعني دي هي بالظبط. ده انا بالعكس، ده انا بدل ما انا كنت في الدرس اللي فات بطلب ثلاث حاجات، انا المره دي طالب حاجه واحده بس. انا بقول لك bigger than zero فين، تقول لي يعني معنى كده bigger than zero يعني positive فين؟ ما هي نفس المسألة. يبقى في أول حاجة هقول له الإجابة بتاعتي r ما عدا من negative 3 لحد 3. بالظبط كده. طب افرض أنا جبت لك نفس المسألة دي بس قلت لك x power 2 minus 9 is smaller than zero. يعني إيه smaller than zero؟ يعني كأني بقول لك هي negative فين؟ negative فين؟ تقول لي negative فين؟ طب ما أنت قايل لي أهو من عند ال negative 3 open لحد 3 open. طب لو انا جيت في مساله قلت لك هي ايكوال 0 فين؟ ايكوال 0 عند النيجاتيف 3 و3، قول ده طبعا مش درسنا لان ساعتها ما تبقاش انيكواليتي، تبقى ايكويشن، صح ولا لا؟ طب امال ازاي لما انا كنت بقول لك ممكن يطلب اكتر من حاجه؟ افرض انه جاب لي المساله كده قال لي x باور 2 ماينس 9 سمولر ذان اور ايكوال 0، هو هنا معناها ان انا بقول لك ايه؟ بقول لك هي نيجاتيف او بزيرو فين الاثنين مع بعض، فساعتها هتقول لي الاجابه من نيجاتيف 3 ل 3 كلوزد. عرفت كده الفكره والحدوته كلها؟ نفس الكلام هنا في الار ماينس بعكسها، بدل ما دول كلوزد بخليها اوبن، ده لو حطيت اور ايكوال هنا. هو ده فكره الدرس كلها. بس عايزك تاخد بالك من حاجه، لو انت واخد بالك احنا اعتماد الدرس كله بيعتمد على الزيرو، يا اما بيجر ذان زيرو ففي الحاله انا بسالك هي بوزيتيف فين، او سمولر ذان الزيرو فبالتالي بقول لك هي نيجاتيف فين. طب افرض مفيش زيرو، تقول لي وبعدين اعمل ايه؟ تجيب زيرو. تقول لي ازاي؟ بص كده معايا، افرض جبت حاجه زي كده x power 2 is greater than 9، ادي المساله. تقول لي ايه ده؟ مفيش الكلام الفاضي ده، امال نعمل ايه؟
اول حاجه تعملها تاخد الناين دي ترميها جنب اختها، اكس باور 2 ماينس 9 جريتر ذان الزيرو. اه كده بقت مساله عاديه جدا، كاني بقول لحضرتك البتاعه دي بوزيتيف فين، بس كده. يبقى لو جاب لحضرتك مساله ما فيهاش زيرو، شغلة حضرتك تجيب زيرو. ماشي يا استاذ، تقول لي طب معلش ممكن تدينا اكزامبل كمان؟ اكزامبل كمان، افرض جبت لك حاجه زي كده، اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4، ولا بلاش ماينس 4، خليها كده اهي، سمولر ذان اور ايكوال 4. هنحلها ازاي؟ تقول لي اول حاجه نعملها نجيب زيرو، الفور الحلوه دي ناخدها نرميها هنا. بقت مسألتنا x بار 2 ماينس 3 اكس ماينس 4 سمولر ذان اور ايكوال 0. بعدين بنقوم عاملين ايه؟ نبتدي نعمل فاكتورايزيشن للايكويشن دي، نعمل بقى مود 5 3 وات ايفر الرقم بتاعك. احنا ممكن هنا نطلع الكالكوليتر ونعمل مود 5 3 كده ونشوف كده الدنيا هتمشي معانا ازاي. بص كده معايا 1 وبعدين نيجاتيف 3 وبعدين نيجاتيف 4، وهيطلع الإجابة معايا يا 4 يا نيجاتيف 1. يبقى ده الفاليو بتاع الإكس بتاعنا، يا 4 يا نيجاتيف 1، الإكس يا إما الإكس ب4 يا إما الإكس بنيجاتيف 1. طيب إحنا كنا بنعمل إيه لو حضرتك فاكر كده؟ تقول لي كنا بنرسم الرسمة، صح؟ الرسمة واي أكسس وإكس أكسس، ونبتدي نحط الروتس بتوعنا اللي هم النيجاتيف 1 وال4، ونبتدي نرسم رسمتنا البصة لفوق كده اهي ايا كان شكلها يعني. وبعدين نبتدي نقول والله الاجزاء اللي فوق دي كلها بوزيتيف، الاجزاء اللي تحت دي كلها نيجاتيف، وده كده بوزيتيف. انا سؤالي لحضرتك واضح وصريح، السؤال بيقول ايه بقى؟ بقول لحضرتك هي سمولر ذان اور ايكوال الزيرو. يعني ايه سمولر ذان اور ايكوال الزيرو؟ يعني بقول لك هي نيجاتيف وبزيرو فين؟ انت شايف بعينك كده هي نيجاتيف وبزيرو فين؟ تقول لي اه من نيجاتيف 1 لحد الفور كلوزد. ليه كلوزد؟ عشان في اور ايكوال. طب لو ما فيش اور ايكوال ما كنتش هحط كلوزد. ادي يا سيدي ده فكره الدرس كله بمنتهى البساطه، وهو ده صدقني ده الحدوته كلها وده القصه كلها. تعالى بقى معايا واحده واحده كده كشرح، نبتدي نحل كده كام سؤال، وبعد كده هسيب حضرتك تحل اسئله الام سي كيو لوحدك، وانزل لك بارت تاني في اسئله الام سي كيو. طيب خلينا كده نبتدي نبص على المسائل. اول كويستشن بيقول لي فايند ان ار سوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولوينج، جايب لي مساله كده. يلا خطوات الحل، اولا في زيرو ولا لا؟ اه في زيرو، يبقى خلاص انا هبتدي مسالتي كده، هقوم جاي على المساله الحلوه دي ونطلع الكالكوليتر بتاعتنا ونعمل مود 53 اهو. بص معايا كده مود 53، نكتب هنا 1 وبعدين نكتب هنا 2 وبعدين نكتب هنا نيجاتيف 8. كتبنا مسالتنا طلعت يا 2 يا نيجاتيف 4. حلو قوي، يبقى احنا عندنا الروتس بتاعتنا يا 2 يا اما الاكس ب2 يا اما الاكس بنيجاتيف 4. وانس ان انا عملت الكلام ده بعمل ايه؟ ببتدي ارسم الرسم اهو، واي اكسس واكس اكسس، قلنا 2 ونيجاتيف 4، رسمتنا بصه لفوق ولا بصه لتحت؟ تقول لي الرسم عندنا بصه لفوق اهو، يبقى ادي النيجاتيف 4 وادي 2. هنا كده بوزيتيف، تحت هنا نيجاتيف، هنا كده بوزيتيف. سؤالي واضح وصريح، بقول لحضرتك هي جريتر ذان الزيرو، يعني هي بوزيتيف فين؟ كاني بقول لك هي بوزيتيف فين. تقول لي والله ممكن نكتبها بحلين، يا اما نقول من نيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 4 اوبن يونيون من اول ال 2 لحد الانفينيتي، ده حل. او واحد تاني يقول لي لا لا لا، ار ما عدا كلوزد نيجاتيف 4 لحد ال 2، ده الحلين اللي انت هتعمله. طب افرض كان في هنا علامه اور ايكوال، كل الاشارات دي الاوبن الكلو الاوبنز دي كانت هتتحول لكلوزد، والكلوزد دي تتحول لاوبن، ما عدا طبعا الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي. تعال نخش كده على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول لي لو انا عندي اكس بار 2 بلس 3 اكس ماينس 4 جريتر ذان اور ايكوال 0. خطوات الحل، اول حاجه امسك ده واعمل اجيب الروتس بتاعت المساله. هتطلع الروتس بتاعت حضرتك اهو، تطلع الروتس بتاعتي يا اما نيجاتيف 4 يا اما 1. جبنا الروتس، وانس ان انا جبت الروتس ابتدي اعمل ايه؟ نرسم رسمه واي اكسس اكس اكسس، بعدين نبتدي نشوف كده اهو، نبتدي نيجاتيف 4 والبوزيتيف 1 اهو، رسمتنا باصه لفوق. حلو كده، هنا بوزيتيف تحت نيجاتيف هنا بوزيتيف. هو سؤاله ايه بقى؟ بيقول لك هي جريتر ذان اور ايكوال الزيرو، يعني كانه بيقول لك هي بوزيتيف او بزيرو فين.
والله هي بوزيتيف في الاجزاء دي، وكمان انا عايز زيرو معايا، فخلاص اقول له من نيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 4، بس النيجاتيف 4 اعملها كلوز. ليه؟ عشان هو قال لي اور ايكوال. يونيون ايه تاني؟ من 1 كلوزد لحد الانفينيتي، كده كده الانفينيتي اوبن، او ار ماينس. في الار ماينس دايما بعكسهم، لو دول كلوزد اعملها انت اوبن من نيجاتيف 4 لحد ال 1 واوبن. ليه طيب انا بعملها اوبن؟ لان انا بقول له ار ماينس. يعني ايه ار ماينس؟ يعني بقول له ار ما عدا دول. بس انا لما بقول له ما عدا بقول له ما تشيلش النيجاتيف 4، انا عايزها ما تشيلهاش. انت فاهم الفكره كلها؟ يعني لو مش واضحه قوي احفظها يعني، اهي احنا بس انا حاولت افهمك يعني هي جت من ايه. ماشي، مساله كمان حاول كده انت في دي كده. بص رقم 3، يبقى اول حاجه هنعمل مود 5 3 نجيب الروتس بتاعتنا. الروتس بتاعتنا هيطلع مع حضرتك يا الاكس ب 6 يا الاكس بنيجاتيف 1. اعمل مود 5 3 كده وتاكد. حلو قوي. وانس ان حضرتك عملت كده بتبتدي ترسم الرسمه واي اكسس اكس اكسس، وتبتدي تشوف الرسمه بتاعتك. ادي الروتس بتاعتي 6 ونيجاتيف 1 هنا مثلا و6 هنا اهو. معلش يا معوقه شويه. طب وليه نعمل حاجه معوقه؟ وانا دلوقتي ممكن اعملها معوقه اكتر يعني. ماشي، حلو حلو حلو. 6 ونيجاتيف 1 طبعا بصه لفوق، هنا كده بوزيتيف هنا كده نيجاتيف. سؤالي واضح وصريح، انا سؤالي ايه؟ بقول لحضرتك هي سمولر زان الزيرو. يعني ايه سمولر زان الزيرو؟ يعني كاني بقول لك هي نيجاتيف فين؟ تقول لي والله نيجاتيف من نيجاتيف 1 لحد ال 6 اوبن. طب لو كان في اور ايكوال كنت هعملها كلوزد. ادي يا سيدي ده فكره الدرس كله والموضوع كله. طب ناخد مساله كمان مثلا على الجزئيه دي، على حاجه شبهها كده شويه. افرض مثلا جالي مساله زي كده. اولا او دي مثلا، تعالى نحل دي، باقي كله زي بعضه يعني، بس تعالى نحل دي. تقول لي دي هعمل ايه؟ اعمل مود 5 3 اول حاجه كده. بس خلي بالك وانا بعمل مود 5 3 هنا، هي طبعا واضح ان هي يا 2 نيجاتيف 2، بس يعني انا ماشي معاك كانك واحد اهو مش عارف حاجه خالص. الاكس بار 2 جنبها كام؟ جنبها نيجاتيف 1. خلي بالك انا بكتب الاول اللي جنب الاكس بار 2، بعد كده اللي جنب الاكس مفيش اكس حط زيرو، بعد كده الرقم اللي لوحده بوزيتيف 4. عرفت كده انا كتبت بالترتيب ازاي؟ احنا هنا اهو وندوس ايكوال، تطلع يا 2 يا نيجاتيف 2 زي ما قلنا. يبقى الروتس بتاعتنا طلعت كام وكام؟ طلعت يا اما الاكس ب 2 يا اما الاكس بنيجاتيف 2. كلام محترم. انا سؤالي واضح وصريح، نبتدي نرسم اهو واي اكسس واكس اكسس والرسمه، سوري شفت كنت اغلط دلوقتي، الرسمه باصه لتحت. ليه باصه لتحت؟ عشان جنب الاكس بارت 2 نيجاتيف. ادي النيجاتيف 2 وادي ال 2. سؤالي واضح وصريح، انا بقول لحضرتك ايه؟ بقول لك الرسمه دي اللي انا راسمها دي، الرسمه دي مالها؟ سمولر ذان الزيرو. يعني ايه سمولر ذان الزيرو؟ يعني نيجاتيف فين؟ انت شايفها نيجاتيف فين؟ بص في الحتت اللي تحت دي، اللي هي من فين لفين؟ من نيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 2 يونيون من اول ال 2 لحد الانفينيتي، سوري لحد الانفينيتي او ار ما عدا، بعكسهم كلوزد نيجاتيف 2 لحد كلوزد 2 وشكرا على كده. اظن الموضوع سهل قوي. هنا نفس الحركه بالظبط بالظبط هتعمل كده. ماشي يا باشا، عرفنا كده القصه والحدوته كلها. طب تعالى بقى نبص مثلا على مساله زي ايه مثلا. برضو دول سهلين قوي يعني. تعالى مثلا ناخد حاجه زي كده. افرض مثلا جاب لي مساله زي دي، قال لي اكس بار 2 بلس 5 اكس. ايه ده؟ ده مفيش زيرو، ارمي الفور دي هناك يلا. بلس 4 سمولر ذان زيرو. كده انا جاهز احل. هتعمل مود 5 3 هتطلع الروتس بتوعك. الروتس بتوعك هيطلع يا نيجاتيف 4 يا نيجاتيف 1. بعدين تبتدي ترسم رسمتك واي اكسس واكس اكسس، وبعدين تبتدي تشوف رسمتك اللي باصه لفوق الحلوه دي اهو. ادي الرسمه بتاعتي، ادي النيجاتيف 4 وادي النيجاتيف 1. انا سؤالي واضح وصريح، انا بقول ايه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز السمولر ذان زيرو، عايز اعرف هي نيجاتيف فين. خلاص من نيجاتيف 4 لنيجاتيف 1 وشكرا يا باشا. شكرا يا باشا، انت خلصت المساله خلاص كده. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طب هنا هعمل ايه؟ هتودي ال 44 دي هناك بالماينس وتعمل مود 5 3. طب بالمناسبه افرض جيت اعمل مود 5 3 طلع لي اي، يعني ايه طلع لي؟ يعني كلها مرميه فوق، ما احنا بقى زي الدرس اللي فات صح؟ الموضوع سهل خالص سهل خالص. ماشي يا شباب، اظن الدنيا سهله. انا شايف الموضوع الدرس ده زي بالظبط الدرس اللي قبله. طب تعالى ناخد مساله كمان مثلا زي رقم 6 اللي هنا. افرض قال لي اكس بار 2، ايه ده؟ ودي ال 6 اكس جنبها يلا. ماينس 6 اكس بلس 9 جريتر ذان اور ايكوال الزيرو. يلا خطوات الحل، مود 5 3 هيطلع الاكس معايا رقم واحد بس ب 3. ايه ده؟ رقم واحد بس؟ ما احنا قلنا ان عادي يطلع لي رقم واحد. طب بعدين بنعمل ايه؟ عادي برسم رسمتي، باجي عند ال 3 الرسمه دي باصه لفوق عامله كده.
طيب انا سؤالي واضح وصريح، وانا بقول لحضرتك ايه؟ بقول لك الرسمه دي اهي، الرسمه دي اللي انا لسه راسمها حالا، مالها بوزيتيف جريتر ذان اور ايكوال زيرو؟ خلي بالك انا لو قلت لك بوزيتيف هتقول لي بوزيتيف فين؟ في كل حته ما عدا 3، عشان عند 3 هي بزيرو. طب هنا انا بقول لك هي جريتر ذان بوزيتيف او بزيرو فين؟ تقول لي او بزيرو. انت كمان عايز اللي بزيرو؟ طب ما انت كده خدت كل حاجه، يبقى الاجابه ايه؟ ار يا باشا، ار يا باشا. شفت الحدوته والقصه كلها؟ طيب عايزك كده تفكر، وقف الفيديو وفكر كده. افرض جات لي نفس المساله دي اللي انا راسمها لك دي، نفس المساله هي اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 9، لو قلت لك سمولر ذان زيرو هتبقى ايه؟ فكر كده. ولو اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس 9 سمولر ذان اور ايكوال للزيرو ايه؟ فكر كده، وقف الفيديو دقيقه وقول لي المساله دي اجابتها هتبقى ايه؟ وتبقى ناصح جدا لو عرفت ده. وبالمناسبة إجابتهم مش زي بعض، عشان لو واحد بيقول إن دي كذا ودي دي حاجة ودي نفس الحاجة، لا، هم إجابتهم مش زي بعض. أنا بفترض كده إن حضرتك وقفت الفيديو وحاولت تحلها. تعال أقول لك بقى، أنا هنا بقول لحضرتك إيه؟ بقول لك المسألة دي اللي أنا لسه راسمها لك على اليمين دي نيجاتيف فين؟ تقول لي نيجاتيف فين؟ في ولا حتة، دي فاضي. حلو قوي. طب تعال بص هنا بقى، هنا أنا بقول لك إيه؟ بقول لك هي سمولر ذان اور ايكوال الزيرو. يعني ايه سمولر ذان اور ايكوال الزيرو؟ يعني نيجاتيف فين؟ طب وهي طبعا مش نيجاتيف، بس ايكوال الزيرو فين؟ عند 3. يعني الاجابه هنا بكام؟ ب 3. شفت بقى، شفت بقى في فرق ازاي؟ فعايزك تبقى فاهم كده ومطقطق، وتبقى عارف انت بتطلع ايه، وما يضحكش عليك. طيب لو جالي حاجه شكلها غريب كده، ايه المنظر ده، هعمل ايه؟ هفكها، هفكها عادي جدا، صح؟ يلا تعالى نفك الكلام ده. الاولاني بار 2 اهو اكس بار 2، التاني بار 2 9، فيرست تايم سكند تايمز 2، يعني هنا كده 6 اكس. العلامه دي زي ما هي، ادي التاني اهي. يلا دخل لي النيجاتيف 3 هنا وهنا، ماينس 3 اكس، وماينس 3 تتضرب هنا تبقى ماينس 9. بعد كده بعمل ايه؟ ارمي كله في ناحيه واحده. بص كده، ادي الاكس بار 2 اهي، شايف ال 6 اكس دي هتروح لها هناك بلس 3 اكس، تبقى 9 اكس. حلو قوي. شايف التسعة الحلوة دي؟ حلو قوي. هنا في 10 ماينس 9، 10 ماينس 9 ب 1، ال 1 ده يروح هناك بالماينس. انت معايا كده؟ يبقى 9 ماينس 1 يبقى دي 8، وسمولر زين هنا مفيش حاجة خلاص، زيرو. ادي يا باشا مسألتك، اظن مسألة عبيطة قوي. تقول لي وبعدين هنعمل ايه؟ هتعمل مودفاي 3، هيطلع لك الاكس يا بنيجاتيف 8 يا اما الاكس بنيجاتيف 1. بعد كده بترسم رسمتك الحلوة وتبص بصة لفوق اهي، وتقول لي هنا النيجاتيف 8، هنا النيجاتيف 1، هو عايز ايه؟ عايزها نيجاتيف فين؟ سمولر ذان الزيرو. خلاص، يبقى من نيجاتيف 8 لحد النيجاتيف 1 اوبن. شكرا يا باشا على كده، مبروك عليك السؤال. طب هنا هنعمل ايه؟ يا اخويا ودي كله في ناحيه واحده اهو، اكس بار 2 بعدين بلس 2 اكس، بس وديت 2 اكس هناك بعدين عشان راحت بالبلس. طب وال 5 دي بالبوزيتيف تروح هناك بالنيجاتيف. خلي بالك العلامه دي كانت باصه ناحيه ايه؟ باصه ناحيه الاكس بار 2 اهي. بص زي ما هي، انا ما بدلتهاش. بص زي ما هي باصه ناحيه الاكس بار 2، خليتها تبص ناحيه الاكس بار 2، وهنا ما تبقاش حاجه، بقت زيرو. يبقى انا خدت دول كده زي ما هم كتبتهم هنا اهو، وبخليت العلامه باصه ناحيه الاكس بار 2 زي ما هي. بس ادي مسالتك، هتبتدي تعمل مود 5 3 دي. تعالى كده نعمل مود 5 3 دي، غالبا هتطلع اي. تعالى نشوف كده، بص كده مود 5 3، تعالى نكتب 1 وبعد كده 2 وبعد كده نيجاتيف 5. تعالى نشوف كده، لا دي ما طلعتش اي، دي طلعت حاجة عادية، روتس عادية جدا. وماله؟ 1 نيجاتيف 1 بلس روت 6 ونيجاتيف 1 ماينس روت 6. خلاص نرسمها، نرسمها يا باشا اهو، نيجاتيف 1 بلس روت 6 ونيجاتيف 1 ماينس روت 6، دول الرقمين. عايز اعرف بس هم الارقام دي ارقام بالديسمال بكام، عشان يعني وانا بحطها بس على الرسمة. ده نيجاتيف حاجة، طب والتاني بوزيتيف حاجة، يعني تقريبا رقمين هنا اهو، واحد كده واحد كده، مش فارق معايا. بص لفوق، نيجاتيف 1 ماينس روت 6، نيجاتيف 1 بلس روت 6. الجزء اللي فوق ده بوزيتيف، الجزء اللي تحت ده نيجاتيف، الجزء ده بوزيتيف. انا سؤالي بقول لحضرتك هي بوزيتيف فين؟ تقول لي في الار كلها ما عدا، خلي بالك هنا في يور ايكوال، مش انا المفروض كنت بقول كلوزد كذا وكذا؟ لا، المره دي هعملها اوبن. ليه بقى؟ عشان في يور ايكوال. شفت بعكسها ازاي؟ يعني في خبطه واحده على طول، من نيجاتيف 1 ماينس روت 6 لنيجاتيف 1 بلس روت 6. وادي يا باشا مسالتنا، الموضوع سهل قوي. واحد يقول لي كان ممكن اكتب له من نيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 1 ماينس روت 6، بس اعملها له سوري بدل اوبن اعملها كلوز، لان هو بيقول لي اور ايكوال يونيون من اول النيجاتيف 1 بلس روت 6
كلوزد لحد الانفينيتي كان ممكن، وفي الار ماينس عكستهم اهو. ماشي يا باشا، اخر سؤال بقى تعالى كده نبص عليه. افرض ساعات، وده المشهور قوي، ساعات يجيب لحضرتك مسألة عادية كده ويرمي لك فيها كل حاجة. يعني ايه؟ يقول لك determine the sign of the function، يعني يجيب لك مسألة ويقول لك determine the sign of the function. ماشي سهلة، ده الدرس اللي فات كنا بنعمل ايه؟ كنت بعمل خطوات الحل x بار 2 minus 5x plus 6 بسويها بزيرو واعمل مود 5 3، صح كده؟ هيطلع الروتس بتوعي يا 2 يا 3. بعدين كنا بنبتدي نرسم ال 2 3 اهو، ادي هنا مثلا ال 2 وادي هنا 3، بصه لفوق هنا كده بوزيتيف، تحت هنا نيجاتيف، هنا كده بوزيتيف. وكنا نيجي نقول له والله هي بوزيتيف منين؟ تقول لي والله هي بوزيتيف مثلا من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 2 يونيون من اول ال 3 لحد الانفينيتي. طب هي نيجاتيف فين؟ تقول لي والله سهله، هي نيجاتيف من اول ال 2 لحد ال 3، صح؟ لحد 3. طب وهي بزيرو فين؟ زيرو طبعا المفروض نكتب في كل ده at x belongs لكذا لل 2 وال 3. بعد بقى ما انت عملت ده ايه بقى اللي عايزه؟ بيقول لي بعد كده، بعد ما انت عملت كل ده، قول لي بقى السوليوشن سيت، فايند ان ار السوليوشن سيت بتاع الانيكواليتي لما المساله الاف اوف اكس اللي هي المساله نفسها مالها بقى، المساله اللي هي اكس بار 2 ماينس 5 اكس بلس 6 مالها سمولر ذان زيرو. يعني ايه المساله سمولر ذان زيرو؟ يعني بيقول لك بعد ما انت تخلص ده قول لي بقى هي نيجاتيف فين؟ تقول لي قول لي هي نيجاتيف فين؟ طب ما انا قايل له ما هي من 2 ل 3 بس كده. اه بس كده، يعني هو بعد كده طلب حاجه واحده بس منه، يعني بعد ما طلب الثلاثه قام قال لك بقى شاور لي على دي، قمت انت مشاور. طب افرض قال لك سمولر ذان اور ايكوال، كنا هنعمل دي كلوزد. عرفنا القصه والحدوته كلها، بس ده كده كان الدرس. زي ما انا قلت لك الحصه اللي فاتت، قلت لك الدرس اللي بعد ده معتمد اعتماد تام على الدرس اللي قبله، وبالعكس ده اسهل كمان والطف بكتير. اتمنى نكون استفدنا من الكلام ده. حاول كده تفتح وتحل بقى اسئله التشويسز لوحدك، وان شاء الله هتلاقيني منزل لحضرتك بارت تاني جواه كل الاسئله اللي هي المالتيبل تشويس كويستشنز. ربنا يوفقكم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. شكرا.